طبعا انا هذا اللي بين ايدي هو كتاب من معهد رمسة يحتوي على 1500 كلمة مؤامرته، يعني هي عربية وتحولت إلى اللهجة الإماراتية بس بالإنجليزي. الناس اللي وايد مامي دادي ومربطنك سيتا خذ هالكتاب حبيبي، يعني شوي ويلس مع الخدامة دردش، حاول انك تعلم الخدامة عشان انت تعرف ترمس ونعرف نتفاهم وياك. يعني انا اشوف عندنا كتاب هني ثاني اسمه ديتيلو إمارتينو، هو نفس الكتاب مترجم اللغة الإيطالية. إيطالية وهي طبعا شوف من الأشياء العجيبة ان الأجنبي كيف يحب رمستنا ولهجتنا، يعني هذا شخص مجرد ما شاف النسخة الإنجليزية مباشرة يانا وتطوع من نفسه لو أنا بترجم يعني الكتاب الإيطالي لربع الإيطاليين. قلت له كم عندكم إيطاليين هني في الدولة؟ تخيل عددهم ما يتجاوز 10,000 شخص ويبوا يتعلموا رمستنا، يعني يسوي لهم المنتج هذا.